Take this. اهلا بيكم. كتير منكم عارفني ويعرف مدى حبي لافلام العصابات وافلام سكورسيزي بالذات في الحته دي، وحبي بشكل مخصوص طبعا لعمنا ذا ايرشمان. ولكن اللي محدش يعرفه اني بحب الثلاثيه كلها زي بعضها، ولكني بعظم من حبي لايرشمان لاسباب سياسيه اولا، وثانيا عشان انا شايف انه مش واخد حقه عكس الافلام التانيه اللي في الثلاثيه، واللي منهم الفيلم اللي هنتكلم عليه النهارده الا هو التحفه الخالده جود فيلس. اهلا بيكم في حلقه جديده وفيديو جديد، والنهارده هنشرح ونحلل الفيلم جود فيلس للرائع مارتن سكورسيزي. فما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لو اول مره تشوفنا، ولو انت مشترك معنا هنا اوريدي فتابع الحلقات القديمه واعمل فعل الجرس بقى والحاجات ديت. ويلا نبدا الحلقه. وجهة نظر مختلفة في أفلام المافيا بالذات اللي بيعملها سكورسيزي، لأنها ببساطة مش بتكون فيها الأكشن بقى والقتل أو الجرائم كعنصر أساسي في الحدوتة، هو بيبقى عنصر موجود بالفعل ومهم، ولكن سكورسيزي بيعشق التفاصيل جدا جدا، وعشان كده أفلام المافيا من سكورسيزي بالذات بتبقى خارجة بتفاصيل ممكن تبقى شايف إنها مش مهمة بالنسبة لك وأنت داخل بتدور على خطط وسرقة وقتل والكلام دوت، ولكن بتلاقي العكس إلى حد ما، يعني مش اللي هو العكس أوي، لكن بتلاقي العكس إلى حد ما، والتفاصيل التانية بتبقى موجودة بالفعل. ومش عايز اصدمك واقول لك ان التفاصيل اللي انت بتخش وبتلاقيها عكس توقعاتك واللي انت ساعات بتبقى شايفها مش مهمة هي تعتبر الفيلم. طب ازاي بقى يا عمنا؟ هو ده بقى اللي هنتكلم عنه دلوقتي حالا، وهنبدأ على طول في الاول افكرك بقصة الفيلم، لان فيلم زي ده واجب علينا تذكرتك باحداثه، وعشان يمكن تكون انت سقطت منها حاجات وانت بتتفرج على الفيلم الاول مرة. عندنا يا عمنا هنري هيل، بنبدأ معاه وهو رجل عصابات، بس بيبدأ يرجع معانا بالزمن عشان يحكي لنا قد ايه من هو صغير كان نفسه يبقى رجل عصابات. As far back as I can remember I always wanted to be a gangster. بسبب نظام حياتهم وازاي بيمشوا الامور على مزاجهم. بنرجع معاه بالزمن عشان نشوف هو بيحكي لنا قد ايه المافيا او رجال العصابات كانوا مسيطرين على الحي اللي كان ساكن فيه، وان ما كانش حد يقدر يفتح بقه معاهم. They weren't like anybody else. I mean they did whatever they wanted. They double parked in front of a hydrant. Nobody ever gave them a ticket. In the summer when they played cards all night, nobody ever called the cops. لحد ما في يوم بيقرر انه يفكس للمدرسة ويشتغل معاهم كحاجة كده زي سايس، فاهم، اللي هو بيركن لهم على العربيات بقى وكده. ومن هنا بتبدأ قصة هنري هيل، وبيبدأ يعلى في المناصب ويشارك في عمليات سرقة معاهم ويفجر عربيات ويعمل حاجات كتير جدا، وبيتعرف في الفترة دي على اتنين، ألا وهو جيمس كونواي اللي بيقدم دوره دينيرو واللي اتقدم لنا على انه شخصية جامدة فحته وايه وحد مهم جدا، والتاني ألا وهو تومي ديفيتو اللي بيقوم بدوره عمنا جو بيتشي واللي اتقدم لنا من طفولته برضه مع هنري. ولكن لما بيكبر بقى بيبقى اكثرهم انفعالا وغضبا، واللي بيغلط فيه ما بيترددش ثواني عشان يقتله او ياذيه، وغالبا بيقتله. بيبداوا بقى الثلاثه الاصحاب دول ينغمسوا في عالم الجرائم او عالم الاجرام، ويعملوا عمليه ورا الثانيه ورا الثالثه، ويدخلوا السجن ويعيشوا جواه ويطلعوا يكملوا حياتهم تاني عادي، لحد اما بيعملوا اهم عمليه في تاريخهم وفي الفيلم برضه، اكبر سرقه في تاريخ الولايات المتحدة. ومن بعدها بيبدأ يظهر الطمع، ويبدأ جيمس كونواي يطمع ويتخلص من كل أفراد العصابة واحد واحد بالقتل عشان يستولى على الفلوس كلها. Made him sick to have to turn money over to the guys who stole it. He'd rather whack them. Anyway, what did I care? I wasn't asking for anything, and besides, Jimmy was making nice money with me through my Pittsburgh connections. Still. Months after the robbery, they were finding bodies all over. وتومي بيتقتل بسبب انهم قبل كده في الفيلم قتلوا راجل مافيا معاهم عنده علاقات مهمه زي ما تقول كده. وعمنا هنري هيل بيصبح منبوذ بسبب تجارته للمخدرات، وبيقرر في نهايه الفيلم انه يفضحهم للشرطه عشان ينقذ حياته، وبالفعل بيعمل كده وبيتحبسوا وهو بيعيش بهويه جديده في مكان جديد خالص. دي بكل بساطه وبدون اي تفاصيل قصه الفيلم بتاعتنا يا صديقي. خلينا بقى نبدا دلوقتي وندخل على التفاصيل الاهم ونفهم قصه الفيلم اكتر
واكتر. وايه الهدف من الفيلم ده؟ وخلينا نبدا ونقول ان فيلمنا مقتبس من قصه حقيقيه، او زي ما تقول كده مقتبس من روايه، والروايه ديت مسنوده على قصه حقيقيه وفعلا حقيقيه حقيقيه. وهنري هيل بطل القصه ده ميت قريب من 2012، وبعد ما خلص فتره في السجن فضل عايش على برامج التلفزيون اللي بتعمل معاه مقابلات عشان يقعد كل شويه يفتكر معاهم الامور الاجراميه اللي هو كان بيعملها. فاهم حاجه؟ وقصه الفيلم كل حاجه فيها حصلت بنسبه زي ما تقول كده بتروح بين 90 ل 80%. فاه كل اللي انت شفته في الفيلم حصل بالفعل. وانا بقول لك كده ليه؟ لان دي من الاشياء اللي هتخلي الفيلم مميز عندك، وهتخلي المعنى بتاع القصه والفيلم يثبت معاك اكتر. طب يا عم الفيلم عايز يقول ايه؟ فيلمنا هو بكل بساطه بيتكلم عن التحرر من النمطيه ودخول عالم جديد على الانسان. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني عالم من بره كان شايفه مبهر وجميل وعشان كده حب يدخل فيه ويعيش معاه ويتخلى عن حياته القديمه ويدخل حياه جديده تماما. To me, being a gangster was better than being president of the United States. ومن خلال فيلم جود فيلس بنشوف بعين سكورسيزي الحياه ديت عامله ازاي على هيئه فيلم يشبه الوثائقي. حتى سكورسيزي ذات نفسه قال انه يقصد يخلي الفيلم قالب على وثائقي. I think I brought more of almost like a documentary attitude towards it. I wanted to show you the star of the movie is a way of life, not a character. Somebody commented that it's like Scarface without Scarface, but that's what it is. Yeah. We don't need Scarface in the film. You know, it's the way of life. If you grow up around that, what I wanted to show you was the danger of the exuberance of that kind of life at first, you see. لأنه بالفعل بينقل لك حياة حقيقية تماما، أو ما زورش أو ما جابلكش حاجة من خياله قوي. وعشان كده وجود الفويس أوفر كان مهيمن على الفيلم، لأنه يديك شعور بإن في شخص قاعد معاك وبيوشوشك في ودنك كده ويحكي لك الحدوتة ديت، زي في الأفلام الوثائقية بالظبط. ولكن قصتنا مش بتبدأ بالفويس أوفر بالظبط، هي بالظبط بتبدأ بالمشهد ده، واللي هو مشهد بنعرف بعد كده إنه من نص الفيلم، والمشهد اللي بنشوف فيه التلات أصدقاء بتوعنا في العربية، واللي من أول ما بنشوفهم بنقول أكيد هم دول الأصدقاء جايدون ان الفيلم متسمي على اسمهم، صح؟ ولكن خليني ارجع بيك تاني لبره الفيلم واقول لك ان الفيلم مقتبس من روايه بعنوان وايز جاي، او رجل حكيم، او رجال حكماء، وايز جايز، فاهم؟ وفيلمنا في البدايه كان هيبقى اسمه كده، بس بسبب ان كان في اعمال اخرى بتحمل نفس الاسم تم تغيير الاسم لاصدقاء طيبون او جود فيلس يعني. طيب ده اشمعنى الاسم ده بالذات يا عمنا؟ اقول لك نرجع تاني لمشهد البدايه وكلنا هنفهم السبب ببساطه يعني. بنشوف الثلاث شخصيات بتوعنا قاعدين في العربيه عادي لحد ما بيسمعوا صوت غريب في العربية. بعدها بنبدأ نتساءل ايه الصوت دوت او ايه الحوار، وبنتفاجئ وهم بيفتحوا شنطة العربية بجثة راجل حي غرقان في دم. فاللي بيحصل تحت الإضاءة الحمراء زي اللي انا عاملها لك ورا ديت، اللي مبروزلنا فعل العنف في المشهد دوت اللي هي الإضاءة الحمراء. بنشوف شخصية جو بيتشي وهي بتطلع سكينة وتخز بيها الراجل، وبعدها يجي الشخص التاني اللي هو جيمس كونوي اللي واقف ويبدأ انه يضرب نار عشان الراجل يموت تماما. فاحنا في حالة صدمة طبعا، الكاميرا بتتحرك على بطلنا وبنشوف على وشه ملامح الصدمه برضو اللي كانت عندنا، وبيتجمد المشهد على الرياكشن دوت، وبيبدا الفويس اوفر ويقول As far back as I can remember I always wanted to be a gangster. وبنرجع معاه بعد كده وهو صغير، وبيبدا يحكي لنا عن قد ايه هو كان شايف ان حياه رجل العصابات حياه رائعه. ولكن هنا يظهر التناقض يا صديقي، وكاول سمات الفيلم اللي عايز يظهرها لك من اول اسم ومشهد الافتتاحيه لغايه التلت الاول من الفيلم، الا وهي التناقض. شوف في الاول وانا بقول لك ان لما شفنا الثلاث شخصيات بتوعنا قلنا ان هم دول اكيد الاصدقاء الطيبون، ولكن بعد ما بيعدي بعض الوقت بنعرف انهم مش طيبون تماما بعد ما شفنا اللي حصل في الراجل اللي في شنطه العربيه. وفي اللقطة المجمدة اللي بنشوف فيها صدمة بطلنا من اللي شافه، وبنسمع بعدها عن قصته من صغره انه عايز يبقى رجل عصابات، بنفهم انه ادرك في اللحظة دي انه لا يوجد رجعة، وانه هو اللي اختار ده من البداية، وادرك متأخر ان لا سبيل للعودة للي كان فيه وهو صغير، لان المشهد اللي بدأنا بيه الفيلم هو مشهد من منتصف الفيلم. حلو قوي. دلوقتي بعد ما فهمنا مشهد البداية ومعنى الفيلم ومعنى اسم الفيلم برضه، خلينا ننتقل للمرحلة الثالثة اللي بعد كده، الا وهي اننا هنقسم شرح الفيلم لثلاث مراحل. اول واحده وهي البدايات في عالم وحياه الجريمه، ثاني واحده وهي الانغماس في عالم الجريمه وتحمل عواقبه، اما ثالث واحده وهي المحاوله للهروب من هذا العالم والخروج منه حيا. خلينا نبدا باول مرحله، البدايات في عالم الجريمه. وبعد ما فهمنا الاوبننج ومعنى تسميه اسم الفيلم بهذا الاسم، في البدايه بتاعت عالم الجريمه بقى بنشوف بطلنا قبل ما يبقى مجرم وهو واقف في الشباك بينظر للعالم من نافذه اللي اشبه بقضبان السجن، وكان عالم المافيا اللي شايفه ده هو حريته. وبعده سكورسيزي بحركات مونتاجية سريعة بيظهر لنا بعض الكلوزات للناس وهي بتنزل من العربية، مثلا كاوتش العربية
الباب وهو بيتفتح، الأكرة إيد الراجل وهو بيقفل الباب، حاجات كده يعني، وكأنه عايز يبرز لك فعلا الجمال بتاع العالم ده زي ما الطفل اللي في الشباك شايفه. بعدها بيبدأ يعرفنا على أفراد العصابة. Tutti Cicero. Tutti ran the cab stand and the Bella Vista pizzeria and a few other places for his brother Paul, who was the boss over everybody in the neighborhood. He might have moved slow, but it was only because Paulie didn't have to move for anybody. وبيبدأ بقى يورينا بعد ما اشتغل في الوظيفة الصغيرة دي وهو بيركن لهم عربياتهم عن مدى سعادته بالموضوع ده. ومن اللقطات المثيرة في الجزء ده من الفيلم هي اللقطة دي، وبطلنا بيركن الكاديلاك والأطفال التانيين واقفين وراء القضبان وبيبص عليه وهو حر، وكأنهم برضو مسجونين زي ما كان بطلنا في أول الحدوت. لحد أما في يوم من الأيام أبوه بيكتشف تغيبه عن المدرسة وبيبدأ أنه يضرب فيه. وفي نفس اللحظة دي بيجي تاني لقطة فيها تجمد للمشهد أو freezing shot. And every once in a while I'd have to take a beating, but by then I didn't care. The way I saw it, everybody takes a beating sometime. وهنا سكورسيزي جمد المشهد ده بالذات لأن اللقطة دي كانت نقطة تحول زي ما تقول كده في حياة البطل. وركز على المشاهد اللي بيحصل فيها تجمد عشان هنتكلم عليها قدام، لأن بسبب ضرب أبوه ليه راح وكان خلاص زي ما تقول بيقدم استقالته للراجل المسؤول عنه يعني. I can't make any more deliveries. What do you mean you can't make any more deliveries? You're gonna fuck everything up. My dad said he's gonna kill me. Look. ولكن رجال المافيا بيروحوا ويخطفوا ساعة بريد اللي بيوصل جوابات المدرسة لبيتهم وبيبدأوا ان هم يضربوه. في اللحظة دي برضو بيحصل نفس الفريزنج شوت وبيتجمد المشهد عشان نبقى قدام نقطة محورية في حياة بطلنا هتخليه يكمل في حياته الإكرامية بسلام. No more letters from truant officers, no more letters from school, in fact no more letters from anybody. وبعدها بقى يحدث الحدث اللي هنسميه الختم اللي بيوثق تحول بطلنا تماما لرجل عصابات، واللي هو برضو فريزنج شوت. واخد بالك ان كل فريزنج شوت بتبقى لحظة حاسمة في حياة بطلنا؟ وده بالظبط الفريزنج شوت اللي بتكلم عليه هنا، حصل بعد ما شفناه وهو بيفجر العربيات وطلع يجري. وبعدها بيجي المشهد الشهير. Hi mom, what do you think? Look at my shoes, aren't they great? My god. You look like a gangster. خلاص من بعدها بنعرف ان بطلنا اصبح رجل عصابات رسمي، ولكن بعدها على طول بيجي مشهد يعرفنا شيء مهم جدا جدا عن شخصيه بطلنا، وهو انه بالرغم من ان هو اصبح رجل عصابات الا انه مش زيهم قوي. وده شفناه في المشهد ده لما شاف واحد مصاب في ايده وجري عليه عشان يلف في ايده بقماش عشان النزيف بتاع ايده، وشفنا استياء الزعيم منه في الخلفيه ولكن ملامح وشه كانت تدل على انه مش مهتم. ولكن هو ذات نفسه بيقول في الفويس اوفر ان توني اللي هو الراجل اللي ورا دوت كان عنده حق شويه في ان هو افور في الموقف ده يعني. Feeling bad about the guy, but I also remember feeling that maybe Tutti was right. فهنا نشوف التغير اللي كده كده حصل للشخصيه بتاعتنا، عشان كده برضو هرجع لك لاوبننج الفيلم اللي هو مشهد من نص الفيلم، وده يدعم لنا ان الوصول حتمي للنتيجه اللي هو بدانا عليها اصلا. فاهم الفكره؟ واحنا لسه في مرحله البدايات، وبندخل بعدها على التعرف على شخصيه جيمس كونوي، او خلينا نقول شخصيه روبرت دينيرو، واللي بتتقدم لنا في البدايه كده من المظهر الخارجي على انه شخص جامد فحت وانه الاكثر مهابه في المدينه وماشي عمال يوزع فلوس وانه قد ايه هو شخص فشيخ. When I first met Jimmy Conway, he'd been more than 28 or 29 at the time, but he was already a legend. The doorman 100 just for opening the door. He'd shove hundreds in the pockets of the dealers and all the guys that ran the games. I mean, the bartender got 100 just for keeping the ice cubes cold. ولكن بعدها بشوية بالظبط نكتشف الحقيقة، وإنه إيه؟ مجرد حرامي. Jimmy really loved to do what he really loved to do was steal. I mean, he actually enjoyed it. يعني برضه تاني الفيلم بيعرض لنا نموذج من بره جيد ومبهر وجميل، ومن جواه وحقيقته حاجه تانيه خالص، بالظبط زي عالم المافيا اللي هم فيه، من بره زي ما الطفل كان شايفه جميل وحلو ولكنه من جوه مختلف تماما، يعني تكون منبهر في الاول وبعد كده تأتيك الصدمه بقى. فاهم الفكره؟ المهم بعدها بنكمل لحد النقطه الفاصله في مشوار بطلنا الاجرامي، وهي دخوله السجن وعدم الافصاح عن اي شيء. وبالرغم من انهم رشين القاضي الا انهم برضو كانوا عايزين يتاكدوا من ولاء الطفل ده ليهم. هتقول لي عرفت منين ان هم رشين القاضي؟ هقول لك من حاجات كتير، ولكن بالمونتاج بس سكورسيزي ورانا رياكشنات المحامي بعدها رياكشنات القاضي وهو بيهز دماغه ومفيش واحد منهم نطق كلمه، فانت عايز تاكد ايه اكتر من كده؟ وبعدها بقى نروح لاخر مشهد فريزنج شوت في الحته دي او في الفتره ديت من حياه البطل، وهي احتفاء رجال العصابه بيه
بعد ما اتعلم اهم درسين في حياته الا وهما never rat on your friends and always keep your mouth shut. لا تشي على أصدقائك ودائما أبقي فمك مغلقا. ومن بعد اللحظة دي بقى بننتقل على مرحلة تانية ألا وهي الإنغماس في عالم الغريبة. ومن اسم تلك المرحلة بنفهم إنها المرحلة اللي بيبدأ فيها بطلنا في الإنغماس في عالم الجريمة. واضحة جدا يعني الله نفس المعنى هاش هاد. وبتبدأ المرحلة دي بأنه بيبدأ يعرفنا على عمليات السرقة الصغيرة اللي كانوا بيقوموا بيها كده مع بعض. ولكن بالنسبة لي مش دي البداية الحقيقية. البداية الحقيقية من وجهة نظري للإنغماس في ذلك العالم هو المشهد ده. أنتوني ستابيل فرانكي كاربون ومو بلاكس برادر فات أندي and his guys Frankie the Wop. مشهد وان شوت بيبدأ البطل مع فويس اوفر يعرفنا على كل الشخصيات اللي موجوده او اللي هنقابلها ومش هنقابلها في عالم المافيا اللي هندخل فيه ده. ومن المشير في المشهد ده وانت عارف اني مش هجيب سيرته كده من غير ما يكون له هدف طبعا هو التكست في المشهد ده. اسمع كده. The people who work shitty jobs for bum paychecks and took the subway to work every day worried about their bills were dead and they were suckers, they had no balls. If we wanted something, we just took it. وده بالظبط يدعم معنى اللي قلت لك الفيلم بيتكلم عنه، وهو فكرة إن بطلنا تحرر من النمط اللي عليه الحياة ماشية في أمريكا للناس العادية، واللي هو بقى واحد عنده وظيفة وشغال عادي وعنده أسرة وقلقان على الفواتير بتاعته، وبطلنا وصف الناس ديت بأنهم أموات، وبعدها بيكمل إنه لو عايز أي حاجة بياخدها وخلاص. مش همه ما هو بيسرقها بقى. فاهم الفكرة؟ وهو ده بقى يا صديقي العالم اللي كان بيحلم بيه بطلنا في اول الفيلم ولكن لسه ما كانش عارف عواقبه. في الفترة دي بقى يا صديقي بنتعرف على شخصية جو بيشي او تومي ديفيتو الشخصية الاكثر عصبية في الفيلم واللي بنعرف ده من اول مشهد ليها خالص الا وهو المشهد الاشهر برضو. Funny how? I mean what's funny about it? Tommy, no you got it all wrong. He's... Oh, Anthony. He's a big boy. He knows what he said. What'd you say? Right. Funny how? والعظيم في المشهد ده هو التحول اللي حصل لجو بيشي من الكوميديا للجد في ثواني واللحظات الصمت اللي في الحوار اللي خلتنا مترقبين وخايفين اكتر من الشخص ده واللي ممكن يعمله مع اننا اول مره نتعرض ليه على الشاشه. ليه؟ لان كل الناس اللي قاعدين يعتبروا ناس مهمين وحتى بما فيهم البطل بتاعنا كلهم سكتوا وقاعدين بس خايفين من ردة فعل الراجل دوت. فالصمت هنا توظف صح جدا. والمثير كمان في الفيلم ان الشخصيه دي هي الوحيده اللي كانت الناس بتضايقها زي ما تقول وكانوا في الاخر برضو ما بيلحقوش يندموا على اللي هم عملوه. ومن بعد اللحظه دي بقى بندخل في ارك كده طويل شويه وهو فكره علاقه هنري بمراته وزواجه وكل الكلام ده. وفي الارك ده من الفيلم بنشوف ازاي في العائلات ديت ومن الفويس اوفر لمرات هنري بنعرف قد ايه هم مرتبطين مع بعض ومش بيدخل بينهم اي غريب خالص وان كلهم عارفين بعض واحد واحد زي المناطق الريفيه عندنا كده في مصر بالظبط. كل الناس بتبقى عارفه بعض بس على سكيل اضيق كده كعيله يعني في الفيلم. We always did everything together, and we always were in the same crowd. The women played cards, and when the kids were born, Mickey and Jimmy were always the first at the hospital. And when we went to the islands of Vegas for vacation, we always went together. No outsiders ever. وكمان قبل العلاقات دي كان في مشهد مهم جدا بيعرف زوجة هنري قبل ما يتجوزوا قد ايه هنري شخص مهم الا وهو المشهد الوان شوت او الوان تيك اللي كان واخد فيه هنري مراته مستقبلية طبعا عشان ما كانش لسه اتجوزها للفيلم كان واخدها المطعم غالي يعني المطعم ده الناس واقفة عليه بالطوابق بس الهنري كل الابواب كانت بتتفتح له وكل الناس كانت بتسلم عليه مفيش ولا اي حد اعترض طريقه واول ما دخل المطعم نزلت له ترابيزته مخصوص عشانه عشان الاسباب دي كلها ما كانش ينفع تصور المشهد ده غير بالطريقه ديت وبدون اي قطعات او تشتيت للمشاهد عشان يعيش اكتر الحياه مع الشخصيه ديت ويحس ان هو مهم معاه يعني تخيل ان انت شايف طابور كده واخد بالك وانت بتعدي ما حدش بيوقفك يعني ده حلم كل واحد بينزل يجيب عيش الصبح عشان كده المشهد اتاخد وان شوت. بعدها بقى بندخل على حدث مهم جدا في قصتنا الا وهو قتل بيلي بيتس اللي هو الراجل ده لو لسه فاكر فالحدث ده هو اللي بدأنا بيه الفيلم. المهم بيلي بيستهزأ بتومي فتومي بيتعصب عليه وبيتلموا عليه هما التلاتة يقتلوه او بيتفقوا عليه يعني ويقتلوه كده. المهم عندي في المرحلة دي هو حاجتين اولهم وهو الفويس اوفر على مشهد القتل وان هنري بيحكي لنا ان القتل بالنسبة لهم اصبح شيء عادي او مش اصبح هو اصلا شيء عادي واصبح اجراء روتيني بنعمله لما حد يضايق وبس
وهنا بنبدأ ندرك سوداوية العالم دوت. وكذلك البطل بتاعنا برضه بيبدأ يدرك سوداوية برضه العالم. When they were shooting each other all the time, shooting people was a normal thing. It was no big deal. لأن في المشهد اللي قبلها بالظبط كانوا قاعدين مع أم تومي وبيتعشوا ويهزروا عادي جدا، وفي جثة حضرتك في العربية يعني لو أنت مش واخد بالك. وبخصوص الحاجة التانية في الحدث ده فهي المشهد بتاع العشاء. بالمناسبة سكورسيزي بيقول إن الحوار كله في المشهد ده مرتجل ما بين أم سكورسيزي وجو بيشي، بس كل اللي كان مكتوب في السكريب إنها كانت بتوري له اللوحة دي بس. Look at this. Yeah, it's beautiful. I like this one. The dog, one dog goes one way and the other dog goes the other way. وهي أم سكورسيزي اللي في المشهد عشان تبقى فاهم بس. طب يا عمنا أكيد أنت عارف إن أنا هقول لك إيه حكاية اللوحة دي. تعالى بقى وأنا هنا هقول لك إيه حكاية اللوحة دي. اللوحة دي هي مفيش فنان معين رسمها أو كده، بل هي لوحة أم الكاتب اللي رسمتها. يعني سكورسيزي جايب أمه تمثل والكاتب جايب لوحة أمه اللي رسمتها يحطها في الفيلم. أديك شايف كانوا بقى عاملين كلهم بقى ما تفهمش بقى فيه. ولكن مش موضوعنا يعني دلوقتي، فإيه بقى قصة الرسمة ديت يا معلم؟ هقول لك ببساطة إنها صورة مقتبسة تم التقاطها بواسطة مصور من ناشونال جيوغرافيك لما كانوا بيعملوا وثائقي عن نهر شانون في ايرلندا، والراجل اللي فيها ده هو عمنا جون ويفينج. مين بقى ده يا معلم؟ هقول لك ان ده كان واحد موظف بنكي عادي جدا لحد سن الستين، وبعد ما تقاعد قرر يسيب الحياه بتاعه الحضر دي كلها وينتقل لانه يهتم ويحارب لاجل نهر شانون. وبالفعل قضى الباقي من حياته على النهر هو والكلبين بتوعه، والصوره دي التقطت من المصور وهو بيقول عليها او بيقول عليه يعني هو عمنا، لقد كان روحا متحررة للغاية مستقلا تماما، لقد كان بالتأكيد منقطعا عن حياة البدو، لقد كان عمليا جدا ومتواضعا جدا، لقد كان حقا جزءا من النهر. شفت يا صديقي؟ يعني لو جينا نربط معنى الفيلم بقصة الراجل ده هنلاقي ان في تشابه رهيب جدا. يعني عندك مثلا بطلنا اللي ساب حياته التعليمية وعيلته وانضم العالم هو عايز يكون جزء منه برغم من سيئاته، ولكنه في النهاية اصبح جزء منه. كذلك البحار بتاعنا اللي في اللوحة ساب الحياة في البدو وانتقل للعيش في حياة النهر، وزي ما قلت لك انه واجه صعوبات كتير جدا من اول بقى انه يطلع على تراخيص للقوارب والجسور المنخفضة اللي هتتشال وكل الكلام دوت. فاحنا هنا شايفين التشابه واضح جدا جدا جدا، واوعدك انك لو دورت في اي تحليل للوحة ديت مش هتلاقي غير عندنا هنا بس. احنا مميزين جدا. اعمل سبسكرايب، اعمل سبسكرايب ولايك، اعمل، لان اغلبية الناس بتقول لك انها مجرد لوحة وخلاص كده هو حاططها كده، وناس بقى بتبدا تحللك ان هو ايه عشان كان التكس يقول لك ان كلب باصص يمين وكلب باصص شمال وكل الحوار ده مرتجل اصلا فمش مكتوب قبل كده، فمش هقدر ان انا اخد بيه يعني كحاجه ايه نحللها. فاهم الفكره؟ وممكن يكون اللي انا بقوله ده غلط بس هي ايه ده رايي يعني. المهم نرجع تاني لفيلمنا والارك اخر في المرحله الثانيه من الفيلم، الا وهي اللي بيبدا فيها تحصل مشاكل بين هنري ومراته، وفي نفس الارك دوت بيدخل السجن. المهم عندي هنا هو لما دخل السجن، والمثير في الفترة دي من الفيلم ان سكورسيزي بعبقرية كان عرض لنا تفاصيل رائعة جدا لحياتهم في السجن يخليك آسفا تحبها برضو وتحب ان انت تبقى سجين معاهم. يا فرحتي من اول بقى تحضرهم لصلصة الطماطم وبتشوف مقاديرها وبتشوف ازاي بيعملوها وانها كانت بتبقى زايدة بصل شوية. Vinny was in charge of the tomato sauce. I felt he used too many onions but it was still a very good sauce. والكلوزات على التوم وهو بيتقطع اللي هو تحسسك ان انت عايز تقوم تقطع توم دلوقتي وتعمل صلصه طماطم دلوقتي حالا معاهم في السجن او جوه عندك في المطبخ. فكل دوت وكل المشاهد ديت وكل المشاكل حتى اللي كانت بتحصل مع مراته كل دوت عشان يظهر لك واقعيه الامر ويظهر لك جانب اخر عن حياتهم. وكل التفاصيل ديت ما تخليكش ابدا تكره ان انت تكون قاعد معاهم في قعده السجن اللي فيها اكل حلو وحاجات كده جميله. بعد بقى الجزء ده من الفيلم بننتقل قصة أكبر عملية سرقة هيقوموا بيها في تاريخ واللي هي تعتبر نقطة تحول في حياتهم لأن العملية دي فعلا بتنجح. ولكن من الطرائف اللي بتحصل وبتخليك برضو تضحك رغم مهابة الموقف هو انفعال جيمي عليهم بعد ما تفاجئ ان كل واحد فيهم بدأ يبعزق الفلوس بتاعته ويلفت الأنظار. Excuse me. What's the matter? Get off. Take it off. What's the matter? I tell you not to attract attention.
2 days, one day you fucking carry on, gets a $20,000 make. Bring it back. وبتبدا الاوضاع تتوتر، وخليني امشي بيك بالاحداث شويه عشان نوصل لفريزنج شوت تاني، الا وهي في اللحظه اللي بيقرر فيها جيمي انه يقتل الراجل بتاع البوريك اللي هو موراي. وهنا بيحصل الفريزنج شوت وبيدخل الفويس اوفر عشان يفكرنا ويرجعنا للواقع بتاعنا ويقول لنا ان العالم دوت مش جميل اطلاقا. That's when I knew Jimmy was gonna whack Maury. That's how it happens. That's how fast it takes for a guy to get whacked. وبيبدأ جيمي بالتخلص منهم واحد واحد عشان ياخد الفلوس كلها لنفسه ومحدش يوجع دماغه ويقعد يطلب منه كذا مرة. وهنري بطلنا بيستشف دوت، بيعرف بيحس، فايه بيلتزم الصمت وما بيقدرش ان هو يطلب منه حاجة، اللي هو ابعد عن الشر وغنيله، لحد ما بنوصل لحدث ترقية تومي، واللي على وصف بطلنا انه حدث مهم جدا جدا ليهم، لان تومي هو الوحيد اللي يقدر يترقى فيهم لان هو من اصل ايطالي، لكن هم مش من اصل ايطالي، هم تحسهم بقينا هجين مخلطين، فاهم الفكرة؟ فبنمشي واحدة واحدة بطريقة سلسة في الحكي في النقطة ديت أو في السيكونس اللي أنا عرضهولك دلوقتي دوت عشان نتفاجئ بأن تومي بيتقتل. وهو داخل على الباب كده بيقف شوية، سكورسيزي بيورينا البي أو في بتاعه وبنشوف سمكة متحلقة على الحيط. ولو انت منغمس قوي في عالم المافيا يعني وشقي وكده وبتاع هتفهم ان السمكة معناها انك هتتقتل هتتقتل. وايرش مان يشهد What kind of fish? I don't know, the kind you eat a fish. Godfather يشهد. What the hell is this? That's a Sicilian message. It means Luca Brasi sleeps with the fishes. المهم عندي هنا هو المشهد اللي بعد كده، هو مشهد بكاء دينيرو، والمشهد ده عظيم فشخ لعدة أسباب. خلينا ناخدهم من أول ما شخصية دينيرو عرفت الخبر. أولاً حركة الكاميرا من ستيل لكراش زوم عشان يشد انتباهنا لردة فعله، ثانياً انفعاله وعصبيته في الأول، وبعد كده بدأ في البكاء ولكنه رجع عشان يتماسك تاني، لأننا ما ينفعش نشوف جيمي بينهار، لأننا من بداية الفيلم عارفين إن هو شخصية ثابتة وما بيخافش من حاجة. بعد كده بيطلع له هنري وجيمي بيقول له الخبر، لكن المرة دي بيرجع لمرحلة الغضب تاني وبيفضل بيكسر في كابينة التليفون وكل الكلام دوت، وما بيقدرش ان هو يمسك نفسه وللأسف بينهار في البكاء. ولكن برضه بيفضل مخبي وشه عشان زي ما قلت لك احنا كجمهور ما ينفعش نشوف جيمي بينهار. المهم دلوقتي هندخل على المرحلة الأخيرة، ألا وهي المحاولة للخروج من عالم المافيا على قيد الحياة. زي ما تقول كده بعد آخر حدث من المرحلة اللي فاتت الأمور بتتغير. بيبدأ جيمي وهنري ينفصلوا عن بعض واحدة واحدة، وبدأ هنري إنه ينغمس في عالم تجارة المخدرات، وإحنا عارفين إن ده مرفوض تماما في عرف المافيا حكاية تجارة المخدرات ديت، فانت لو دخلت السكة ديت فانت اوت يا معلم. فلما بطلنا وقع طبعا مش هيلاقي اي حد يسنده بعد الوقع اللي هو وقع. عشان كده كان لازم يخلصوا منه في اسرع وقت عشان طبعا خايفين ان هو يخبص عليهم، عشان هنا رصايع فكان عارف دوت. فزي ما اتقال في ايرش مان usually three people can keep a secret only when two of them are dead. ان الحالة الوحيدة ان ثلاثة فيها يحفظوا سر هو لما اثنين منهم يموتوا، وعشان في حالة فيلمنا كان واحد بس هو اللي مات فكان طبيعي وضروري ان التاني يموت عشان السر يفضل مع واحد بس فيه. ولكن هنري ما كانش عنده حل غير انه يفضح السر عشان يحمي نفسه ويحمي عيلته. وخدني بقى معاك كده لمشهد الخيانة او مشهد المحكمة وهو بيغبص عليهم يعني او هو مبلغ عنه. ولكن معلش قبل مشهد المحكمة دوت كان فيه زي اتنين فريزنج شوتس كده تو فريزنج شوتس يعني، وهو المشهد اللي كان فيه حوار داير بين هنري وجيمي. الفريزنج شوتس هنا كانوا على وش جيمي وعلى وش هنري، وحصلوا هنا بالذات عشان هنري عرفنا انه فهم انه في اللحظة دي هم قرروا خلاص يتخلصوا منه، فتبقى برضو نقطة تحول مهمة في حياة بطلنا واللي هتؤدي بيه للنهاية. That's when I knew I would never have come back from Florida alive. وركز لي بقى في مشهد المحكمة وبالذات في اللي كان هنري بيحكيه لنا كفويس اوفر، اسمع كده هو قال ايه بالظبط. I still love the life
And we were treated like movie stars with muscle. We had it all just for the asking. Our wives, mothers, kids, everybody rode along. هتلاقي انه بيقول ان الحياة دي فعلا هو لسه بيحبها اللي هي الحياة الإجرامية وكده وان من الصعب عليه انه يغيرها ويرجع زي الناس العادية. ركز لي بقى في المونولوج اللي جاي ده وده اللي فيه بطلنا بصلنا احنا كجمهور وكسر الجدار الرابع عشان يكلمنا احنا ويقول لنا lawyers, we paid off judges. Everybody had their hands out. Everything was for the taking. ان كل اللي احنا عملناه سوا ده ببساطة انتهى. And now it's all over. وبعدها بننتقل معاه للنهاية وبعد ما رجع شخص عادي زي بقية الناس ليس لديه أي امتيازات وكل الحلم اللي عشناه مع بعض إحنا والبطل انتهى. بعدها بيظهر لنا فجأة وبدون أي مقدمات شخصية جو بيتشي بعد ما ماتت وبتطلق علينا النيران ناحية الكاميرا. طيب ده معناه إيه يا عمنا؟ بص والله هو من رحله بحثي في الموضوع هنلاقي ان سكورسيزي زي ما تقول كده كان بيبعت السلام والتحيه لاول فيلم مافيا اتعمل في تاريخ السينما اللي هي بتبقى حاجه اسمها هوماج او حاجه كده يعني. فهو كان بيبعت تحيه للفيلم ده يعني. والفيلم دوت ببساطه قصته كانت مشابهه للقصه بتاعتنا بالظبط. شويه لصوص سرقوا حاجه وبعدين في نهايه الفيلم اتقبض عليهم واتحبسوا. وفي نهايه الفيلم بقى اللي هو القديم بتاع زمان دوت ظهر راجل بيصوب نيران على الكاميرا. فسكورسيزي بيقول لك ان ببساطه الفيلمين متشابهين في كده. والفيلم بالمناسبه كان اسمه ذا جريت ترين روبري. بس برضو انا حاسس ان ليها معنى وعشان كده هطلع حس الحناكه اللي جوايا وهقول لك ان والله أعلم إن سكورسيزي عايز يوجه رسالة صحيحة ويقول لك إنك لو دخلت يا عزيز المشاهد العالم بتاع الإجرام ده وحابب ستايل حياتهم كناس مافيا وجامدين جدا فهينتهي بيك المطاف لثلاث أشياء. أما هتبقى بتتحكم في المحكمة زي أصحابنا اللي صاحبهم وشع عليهم واتحبسوا بعد كده، يا أما هتبقى زي بطلنا اللي هو وشع عن صحابه ورجع شخص عادي وعلى حد وصفه من average nobody. يا إما وبس كده. في النهاية حابب أقول إن فيلم جود فيلس من أعظم أفلام المافيا في التاريخ وقد يدخل في منافسة مع جاد فاذر، بس الفكرة إن كل واحد من الأفلام دي بيرصد فترة معينة في تاريخ المافيا وكل واحد وستايله، فاهم الفكرة؟ وكل واحد طبعا وليه الجانب من القصة بتاعه، فاستمتعوا بيهم وما تقللوش من إيه من أي واحد فيهم. وبس كده إيه دي كانت كل حاجة عندي للفيديو دوت. لو عجبك الفيديو طبعا ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب واستنى مننا الحلقات الجديدة اللي جاية. وبس